في بداية الحلقة في الحقيقة لازم نقول مبروك الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز المصري اللي فاز النهاردة برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز في الانتخابات اللي أقيمت النهاردة في تركيا بعد حصوله طبعا على 9 أصوات مقابل حصول منافسه الجزائري علي زعتر على 8 أصوات. منافسة كانت شرسة ولكن حسمت لصالح دكتور إيهاب وصوت مصري في الاتحاد الأفريقي. الانتخابات أقيمت في تركيا على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز المقامة هناك خلال الفترة الحالية. حصول الدكتور إيهاب أمين على منصب رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز هيرجعنا كلنا للكلام اللي قلناه من فترة وصوتنا اتنبح طول الوقت لو تتذكروا معايا الكلام ده، أنا عدته أكتر من مرة، وهو ضرورة التواجد في المناصب الأفريقية والدولية. التواجد يكون مؤثر مش مجرد منصب أو يمنح صاحبه وجاهة رياضية أو اجتماعية، لا، التواجد الدولي أو الأفريقي لازم يكون مؤثر، والمصري اللي موجود لازم يكون ليه دور كبير ويقدر من خلال الدور ده أنه يساعد ويدعم الرياضة المصرية. مش بنقول يجامل، لا طبعا كلنا بنرفض المجاملة، ولكن لما تتواجد في منصب دولي وتكون مؤثر وليك دور قوي بالتأكيد هيتعمل حساب لمصر وهيتعمل مليون حساب، وهيكون أي قرار ضد مصر أو مش هيخدم مصر هيقف، مش هيطلع لو في الحق وفي الصح. دايما بالنادي أنه لازم يكون عندنا رؤساء اتحادات أفريقية مصريين ويكونوا كتير، عشان في صراعات كتير في الحقيقة في الفترة الحالية في الاتحادات الأفريقية، وفي دول كتير بتتجه لده وبتعمل تحركات كتير عشان السيطرة على الرياضة الأفريقية اللي بوابة ليه طبعا الرياضة العالمية والاتحاد الدولي، مشاركة في البطولات العالمية. التواجد المصري كمان لازم يكون في الاتحادات المؤثرة والكبيرة واللي احنا من خلالها هنشارك في بطولات عالمية وفي الأولمبيات. لما تكون موجود في رئاسة الاتحاد القاري ده شرف كبير وبيأكد قيمة مصر الكبيرة وبيأكد اننا زعماء القارة في الرياضة، ودي حقيقة بالتاريخ الماضي والحاضر والمستقبل بإذن الله، مش مجرد كلام بنقوله أو عايشين على ذكريات الماضي. مصر دولة مؤسسة لكل الاتحادات الأفريقية الرياضية المختلفة، لينا باع طويل وكبير جدا في الرياضة في أفريقيا، عشان كده دايما بنقول نكون موجودين ويكون في تحرك من وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية عشان ندعم كل مرشحينا ونساندهم ونختار الكوادر اللي تقدر تمثل مصر بجد وتكون واجهة مشرفة. افتكرت الموضوع ده وبتكلم فيه تاني بعد فوز الدكتور إيهاب أمين برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز، واللي لأول مرة في تاريخ تأسيس الاتحاد الأفريقي للجمباز يكون رئيسه مصري، والأول مرة الجزائر تفقد منصب رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز. من النتيجة للانتخابات اللي انتهت بفوز الدكتور إيهاب أمين بالحصول على 9 أصوات مقابل 8 أصوات لمنافسه الجزائري علي زعتر، بيأكد إنها كانت انتخابات شرسة جدا وقوية، لما يفرق معاك صوت واحد يبقى كانت قوية جدا، وكان فيها تحركات كبيرة ومجهود أكبر اتبذل عشان تفوز بالمنصب ده. فوز مصري بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز بيأكد إن في ثقة كبيرة من الاتحادات الأفريقية في ممثل مصر وإنه عنده حاجة جديدة قدر يقنع الأعضاء بيها للتصويت لصالحه، ودي مسؤولية كبيرة زي ما هي حاجة بتفرحنا ولكن بتعول عليه مسؤولية كبيرة. في نتائج وتطور كبير في نتائج الجمباز المصري في الفترة الأخيرة الحمد لله.